يوجد صندوق توفير بشركة كهرباء الرياض المنطقة الوسطى، وهذا الصندوق يعيد المبالغ للمشتركين لمن أمضى 5 سنوات 50%، ولمن أمضى 10 سنوات 100%. ما حكم ذلك شرعا؟ هذا من الربا. إذا كان يعطيهم أموال ويعملون فيها ويعطون 50% مثل البنوك، سواء صندوق التوفير مثل البنوك. أما إذا كان شيء بينهم، يعني جماعة اشتركوا فيما بينهم صندوق مما يضعوا فيه مالا بينهم حاجاتهم هم وحوادث تقع لهم، وينمى واخر وكيل لهم ينميه ويعمل فيه لهم، هذا مهم من الربا، هذا مصلحتهم هم. اما صندوق توفير يتولى الناس ياخذوا اموال الناس يعملون فيها ياخذوا 5% او 10% او 100% بعد 5 سنين او بعد 3 او بعد 10، هذا من الربا من جسم البنوك.